لعل العديد من مستخدمي اليوتيوب أو ناشئي المحتوى يتوفرون على قنوات على اليوتيوب، وثقافة الفيديوهات أصبحت شائعة في هذه في الأونة الأخيرة، لكن هناك مشكل يطرح بكثرة في العديد من التعليقات وكذلك في مجموعات وكذلك في مجموعة من المواقع وفي مجموعة من المنتديات، وهو مشكل رفع الفيديو على اليوتيوب. هذا هو محور درسنا اليوم. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم دائما إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في العديد من التعليقات التي توصلت بها وكذلك مجموعة من الأسئلة من الإخوة والأخوات، ومشكل رفع الفيديو على اليوتيوب، وهذا المشكل كما قلنا مشكل شائع تتحكم فيه مجموعة من العوامل. بين هذه العوامل التي قد تؤدي إلى رفع الفيديو بشكل بطيء جدا، وهو حجم الفيديو وكذلك نوع الفيديو وكذلك الصيغة التي بها الفيديو والعديد من المشاكل الأخرى. هناك مشكل بطء الانترنت، كما كذلك الحجم كبير للفيديو، كذلك الوقت الذي الخاص بالفيديو، كذلك مشكل رفع الفيديوهات بخصوص التي تم تصويرها بواسطة الهواتف، وكذلك بعض الكاميرات التي قد تكون حجم الفيديو كبير جدا. لهذا إن شاء الله سوف نشرح هذه المسائل، وكذلك سوف نعطي بعض النصائح، كذلك سوف نعطيكم بعض النماذج من خلال سيبور الخاص باليوتيوب، والتي تنصح مستخدمي اليوتيوب باتباعها كي يحصلوا على نتائج إيجابية، وكذلك يمكنهم أن يقوموا بالتغلب على مشكل بطء رفع الفيديوهات على اليوتيوب. من بين هذه المسائل التي قمت بالبحث عنها ووجدت لكم بعض المصادر، مثلا هنا التنسيقات الملفات خاصة بالمعتمدة في اليوتيوب. هناك ملاحظة، يمكنك تحميل الملفات الصوتية، مثلا ملف بتنسيق MP3 وكذلك WAV كذلك APC، هذه الأشياء لهم كل ما يهم لا يهمنا. إذا لم تكن تعرف تنسيق الذي يجب استخدامه للحفاظ الفيديو، إذا ظهر رسالة خطأ تنسيق ملف غير صالح عند تحميل المحتوى، يمكنك استخدام إحدى التنسيقات التالية. لنفترض أنك قمت بالتوجه إلى اليوتيوب وقمت بعملية رفع فيديو معين وواجهت مشكل من المشاكل في الرفع، لهذا يطلبون منك أن تقوم بتحويل الفيديو إلى الصيغ التالية. هذه هي الصيغ التي يجب عليك أن تقوم باتباعها، وكذلك يمكنك أن تقوم بتحويل الفيديو إلى هذه الصيغة لكي يتم رفعه على اليوتيوب. وهنا بعض الأشياء لهم هذه الأشياء كما قلنا. أما بالنسبة للإعدادات التي ترميز المقترحة لتحميل المحتوى والتي توصي بها اليوتيوب، وهي كالتالي، مثلا هنا الـ MP4 كلنا نعلم أن تحميل الملف بواسطة الـ MP4 يكون سريع جدا. MP4 فهو نوع خفيف جدا، ربما قد يكون الفيديو في عملية التحميل جيد جدا، مثلا بعض الصيغ الأخرى التي تكون بطيئة جدا وهي الـ AV. كما قلنا، عندما تريد أن تقوم رفع فيديو معين تظهر لك بعض المشاكل، من بينها هناك بطء في عملية التحميل، كذلك لا تظهر لك عملية التحميل التي تم تحميل بها الفيديو، وهو مجموعة من الأشياء الأخرى. كما قلنا يوصيك بعملية تحميل الصيغة الخاصة بالMP4. لماذا يا إخواني الكرام الMP4 هي صيغة جيدة جدا؟ لأن معظم الفيديوهات التي تكون بصيغة MP4 تكون لها جودة جيدة جدا، خاصة إن كانت بالـ HD مثلا 720 أو 1020، تكون هذه الصيغ ربما تساعد كثيرا في عملية التحميل وتكون جيدة جدا. أما بالنسبة لكي تعرف نوع الحجم وكذلك الفيديو الذي تريد أن تقوم برفعه، على سبيل المثال أنا هنا بعض الفيديوهات التابعة لي والتي قمت بمثلا التي قمت بالتعديل عليها،
مثلا هنا سوف نختار هنا بروبوريتي ثم نتوجه الى تيب اوف فيل. كما تلاحظ ستجد هنا ام بي 4 وكذلك فيديو، كذلك سوف تجد بعض الاحجام وغيرها. الان سوف نشرح بعض المشاكل المتعلقه ببطء في عمليه التحميل، سوف اريكم على سبيل المثال. بالنسبه للاخوات، هناك بعض النساء يقومون بتصوير فيديوهات منزلية، وكذلك هناك بعض الإخوة الذين لا يستخدمون أصلا الحاسوب ولا يستخدمون بعض البرامج. مثلا نحن نستخدم برنامج كامتازية في عملية التصوير، وكذلك نقوم بعملية كذلك نستخرج منها الفيديوهات، وتكون هذه الفيديوهات بصيغة MP4 تكون سهلة في عملية التحميل على اليوتيوب. كما قلت هناك بعض الإخوة يعانون من هذه المشكلة، وخاصة الذي يقومون بتصوير بواسطة الهواتف ويقومون برفع الفيديو الذي تم تصويره دون أن يقوم بالتعديل عليه من خلال بعض البرامج الأخرى. بطبيعة الحال سوف يكون هناك بطء في عملية التحميل. لماذا؟ لأنك سوف تجد أن الفيديو الذي قمت برفعه أو الذي تريد أن تقوم برفعه على اليوتيوب يكون حجمه كبير جدا. فعلى سبيل المثال سوف يكون الفيديو المدة الخاصة به 4 دقائق، ولكن الفيديو سوف يكون حجمه كبير جدا، وسوف يكون هناك مشكل في عملية التحميل. لهذا أنصح إخواني الكرام والأخوات قبل أن تقوم برفع الفيديو الذي قمت بتصويره مثلا بكاميرا بصيغة جيدة جدا أو بصيغة كيفما كانت، يجب عليك أن تقوم بمعرفة حجم الفيديو. كيف سوف تقوم بمعرفة حجم الفيديو؟ كما قلنا تقوم باختيار الفيديو الذي تريد، تأتي إلى هنا، تقوم بوضع الماوس على الفيديو على سبيل المثال. سوف نقوم بالدخول إلى إحدى هذه الفيديوهات، تقوم بوضع الماوس على الفيديو، سوف تظهر لك هنا حجم الفيديو على سبيل المثال. هنا لاحظوا معي هنا بالنسبة لحجم الفيديو فهو 21، نفس الشيء بالنسبة لهذا الفيديو سوف تجد 33 ميجا بايت. هناك بعض الفيديوهات التي كما قلت سوف تكون مصورة بواسطة بعض الهواتف أو بعض الكاميرات، سوف تجد حجمها كبير جدا. هنا سوف نقوم بعملية، سوف نقوم بتصحيح بعض الأخطاء. مثلا هو توقيف عملية التحميل، ننصح حول الفيديوهات التي يستغرق تحميلها وقتا طويلا أن يتوقف تحميلها. مثلا هنا بعد نوع الملف أو حجم الملف، كما ذكرنا قبل قليل قد يكون كبير الحجم، وكذلك وقد يكون كذلك حجم توقيت الفيديو، الوقت الخاص بالفيديو كبير جدا أيضا. هذه بعض المشاكل، بطء اتصال بالإنترنت، يجب عليك أن تقوم بمراقبة الإنترنت كيف هو، الإنترنت لديك جيد جدا لكي تتخلص من هذا المشكل. كذا كثرة عملية التحميل عندما تريد أن تقوم مثلا رفع 4 فيديوهات أو 5 سوف يكون هناك بطء كبير جدا، لذلك سوف تختار دائما أن تقوم بتحميل فيديو واحد، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتحميل الفيديوهات الأخرى. مثلا هنا دقة أو درجة دقة، كما قلت لكم قبل قليل قد يكون الفيديو مصور بواسطة رقم بواسطة هاتف أو بواسطة كاميرا من النوع الجيد، قد يكون الفيديو كبير الحجم، قد يستغرق وقت كثير جدا في عملية التحميل، مثلا صيغة 4K وغيرها. لهذا النصائح التي سوف أقدمها لكم لأجل تتغلبون على هذه المشاكل، سوف أعطيكم النصيحة الأولى. النصيحة الأولى كما قلت لكم، قم بتحويل الفيديو. إذا لاحظت أن الفيديو حجمه كبير جدا قم بعملية التحويل. هناك مجموعة من البرامج، أنا شرحت هذه البرامج وشرحت العديد من الحلقات، من بينها برنامج فورمات فاكتوري فهو من أفضل البرامج في عملية التحويل. قم بتحويل الفيديو إلى صيغة MP4 وحاول أن تقوم بنقص من حجم الفيديو كي يتم رفعه على اليوتيوب. الحل الثاني وهو أن يكون الاتصال لديك جيد. بالنسبة للإخوة الذين لديهم مشكل في عملية الاتصال، لديهم انترنت ضعيف جدا أو يقومون بمشاركة الانترنت خاص بهم مع الجيران أو غيرها، أن تختار وقت التحميل. مثلا على سبيل المثال نحن في المغرب مثلا هنا، من أجل أن تقوم بعملية التحميل من الأفضل تختار التوقيت الذي يكون فيه لا يكون هناك ضغط على الاتصال، على سبيل المثال منتصف الليل وكذلك الصباح الباكر. هذه أفضل أوقات لعملية تحميل الفيديوهات لكي ترتاح من عملية الانتظار وكذلك طول تحميل الفيديو. النصيحة الأخيرة وهي كما قلت لكم، دائما أن تقوم بوضع فيديوهات قصيرة.
قصيرة، من الأفضل أن تكون فيديوهات قصيرة كي تقوم بتسهيل عملية التحميل، ويمكنك أن تقوم باستخدام بعض البرامج من أجل عملية تقصير أو تقليل من حجم الفيديو كي تقوم بعملية التحميل، وشرحت هذه المسألة في إحدى الحلقات. كل هذه الأشياء سوف أضع لكم إن شاء الله رابط أسفل الفيديو. قبل أن نقوم بالانتهاء من الشرح الخاص بهذه الحلقة، أدعوكم إخواني الكرام إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.